صغير أضرب لك. عندما ترجع إلى الأصول الأربعة أو الخمسة التي تبتني عليها مدرسة أهل البيت، هذه بناها الشيخ المفيد قبل الشيخ المفيد غير منقح، وهي أنه الإمام لابد أن يكون منصوصا، الإمام لابد أن يكون معصوما، الإمام لابد أن يكون عدده 12، الإمام 12 لابد أن يكون ماذا؟ حيا. هذه الأصول التي بناها الشيخ المفيد مولانا في كتبه، وقبل ذلك ومنه صارت أصول المذهب. خلصت. ومن ينكرها مو فقط يخرج عن المذهب في المتقدمين، يخرج عن الدين، كافر. هسه منو بناها؟ أنت لم تسمعها من الإمام الصادق. أنا لو كنت في خدمة الإمام الصادق، لو كنت في خدمة رسول الله، ويقول الاعتقاد بإمامتنا أصل الدين، فمن أنكرنا فهو إلى النار، من يعتقد بعصمته يقبل، انتهت القضية، أليس كذلك؟ ولكن أنت ممن تسمعها؟ تسمع من الشيخ المفيد الذي هو في القرن الخامس أواخر الرابع، و يعني بين وبين النبي، بين النبي 4 قرون، واتخذت وأصلا مسلما. يعني الآن أقولها بشكل واضح وصريح لكل من يتابع هذه الأبحاث، أن هذه الأصول التي توجد الآن ويبنى عليها تبنى عليها مدرسة أهل البيت هي التي بناها الشيخ المفيد، فهذه هي القراءة المفيدية لمدرسة أهل البيت.